تخيلوا معي انه هاي حمامة زاجل بيعت بمليون واربعمائة الف دولار، وهي اخرى بيعت بمليون وتسعمائة الف دولار. في جولتنا لليوم رح نعرف لماذا حمام الزاجل يباع باسعار مرتفعة، وكيف بتم تربية الانواع باهظة الثمن، ورح نشاهد الجهود المبذولة من قبل المربين لانتاج حمام زاجل يتمتع بجودة عالية وكذلك قدرات مذهلة. ورح نشاهد ايضا كيف بيعرف حمام الزاجل المكان اللي لازم يتوجه اله، ولماذا لا يضل الطريق ابدا مهما بعدت المسافة، فهو يتجاوز غابات وبحار ومدن. ورح نتعرف ايضا على مسابقة حمام الزاجل، ورح نشاهد الجهود التي يبذلها المربين في تدريب الحمام وتجهيزه للخوض في هذه المنافسات القوية والتي يقطع فيها الحمام مسافات كبيرة تصل لألف كيلو متر في اليوم الواحد بتحليق مستمر لأكثر من 14 ساعة. والسؤال كيف بعرف الحمام انه الان يعيش في سباق وعليه الفوز؟ جولتنا اليوم جدا ممتعة ورح تاخدك لعالم ثاني. يعتبر الحمام الزاجل من أقدم الطيور المستأنسة، لقد تم تربيتها منذ آلاف السنين، وكان يستخدم في كثير من الأمور مثل إرسال الرسائل أو الترفيه، وكان يستخدم أيضا في الحروب. تخيلوا، تم استخدام الآلاف من الحمام في الحرب العالمية الأولى، فكانت كاسحات الألغام والدبابات وحتى الغواصات تحمل على متنها الحمام الزاجل ليرسل رسائل عاجلة إلى القيادة من خلال ربط الرسالة في قدمه. طبعا حمام الزاجل ما بتقدر توجهه إلى أي مكان بدك إياه كما يظن البعض، كل الفكرة قائمة أن هذا الحمام يتميز بعودته دوما إلى موطنه، أي إلى عشه الذي تربى فيه، فمهما بعدت المسافات الشاسعة يعود من جديد إلى بيته. فالفكرة قائمة على أن يتم تربية الحمام الزاجل في مكان ما، مثلا في قاعدة عسكرية تابعة للجيش، وعندما تخرج الدبابات أو الجبات العسكرية لمهمة معينة تأخذ معها بعض هذه الحمامات، وعندما تريد إرسال رسالة للقاعدة العسكرية تكتب الرسالة وتضعها في قدم الحمامة وتتركها في الجو، فتعود للقاعدة العسكرية من جديد، أي إلى بيتها الأول. الحمام الزاجل لم يستخدم فقط لإرسال الرسائل. في عام 1907 وظف صيدلي ألماني مجموعة من الحمام في نقل الأدوية. فيما بعد بدأ الإنسان يستغني تدريجيا عن مهام الحمام الزاجل، لكن كغيره من الحيوانات الأليفة النافعة وجد له الإنسان مكانا في العصر الحديث، فأدخله في مضمار السباق، مؤسسا بذلك لرياضة جديدة وهي رياضة السباق بالحمام الزاجل اللي بتضمنها مقامرات وأيضا جوائز مالية قيمة، وأصبحت موضوع تفاخر، وهذا اللي بفسر الآن أسعار مرتفعة. فمثلا في آذار مارس لعام 2019 بيعت حمامة تحمل اسم أرماندو بأكثر من مليون وأربعمائة ألف دولار، وتعد هذه الحمامة البالغة من العمر خمس سنوات من أفضل اللاعبين في تاريخ سباقات الحمامة، وفازت بالعديد من الجوائز. ولا يخطط الشاري الصيني في مشاركة أرماندو في المسابقات، بل ينوي الحصول منها على ذرية جديدة من الطيور الأصيلة للمشاركة في مسابقات قادمة. أما في عام 2020 بيعت حمامة سباق بلجيكية مليون وتسعمائة ألف دولار. حمامة السباق هذه تبلغ من العمر عامين وتدعى نيو كيمب، سجلت رقما قياسيا عالميا باعتبارها الأغلى في العالم. يمكن أن يتكاثر الحمام عادة حتى سن العاشرة، لذا فإن لدى نيو كيمب فرصة كبيرة لإنتاج الكثير من الأفراخ لأنها تبلغ من العمر عامين فقط. رياضة سباق الحمام الزاجل كانت متاحة للطبقة العامة وبأسعار معقولة للكثيرين، لكن تغيرت في السنوات الأخيرة، أدت شعبيتها المتزايدة في الصين وكذلك الارتفاع الهائل للثروة هناك إلى دفع الناس لاستثمار مئات الآلاف من الدولارات في الطيور بما فيها الحمام الزاجل. طبعا هذا الاستثمار يعود عليهم بأرباح جيدة من الجوائز المالية اللي بحصلوا عليها في سباقات الحمام. الهواة والمستثمرين الصينيين في الحمام الزاجل وصلوا لمراحل متقدمة جدا، بقوموا بشراء بعض الأنواع المميزة من بلجيكا بمبالغ قد تصل إلى 400 ألف دولار. طبعا حمام الزاجل الغالي الثمن بيكون مميز وحصل على جوائز عديدة، وأحيانا يتم شراؤه لكن لا يستخدم في السباق مرة أخرى، يستخدم للتكاثر والاستفادة من صغاره للفوز في سباقات جديدة، وبالتالي يباع بأسعار مرتفعة. وأيضا التجارة بهذا المجال في مخاطرة، بحسب ما بيقول المتخصصين ممكن هذه الحمامة غالية الثمن ما تنتج أنواع جيدة ومنافسة، لكن غالبا لما يكون الذكر والأنثى من سلالات جيدة بينتجوا صغار جيدين، فالنجاح في السباقات بيكون مبني على سلالة هذا الطائر، وأيضا مبني على احترافية المدرب في تدريب الحمامة والاهتمام به منذ صغره.
وخلونا ننتقل الآن إلى تربية الحمام الزاجل وتجهيزه للسباقات. تخيلوا معي أنه الحمام الزاجل اللي بيحمل سلالة جيدة بكون قادر على قطع مسافة 1000 كيلومتر باليوم الواحد، ويبقى محلق في الجو لمدة 14 ساعة، مسافة ليست بسيطة، ووصول الحمام إلى هي المرحلة مهمة ليست سهلة. تخيلوا معي أنه يسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة الواحدة. تربية الحمام الزاجل وتدريبه بالتحديد مهمة صعبة، ومربي الحمام يعد صديقا حميما لحمامه، بحيث يشعر به ويعتني بصحته ويحافظ على حيويته من أجل تحقيق أحسن الإنجازات في العروض والمسابقات. منذ أن يولد الحمام الزاجل يوضع في رجله حلقة صغيرة تعريفية لتمييزه عن غيره ولمعرفة عمره وسلالته وغيرها من المعلومات. يعيش الحمام في غرف صغيرة مخصصة له، ويتم تنظيف هذه الغرف يوميا. فيقول هذا المربي أن النظافة هي مفتاح من مفاتيح النجاح. الشخص الهاوي الذي يرغب في النجاح يجب أن يكون لديه صبر عظيم ووقت جيد، ويجب أن يحتوي مكان التربية على تهوية جيدة ومكان تفريغ مناسب وكمية صغيرة من الحمام ليتمكن من دراستها ومعرفة خفاياها وأسرارها وكذلك صحتها وكل ما يتعلق فيها. هذا بالإضافة إلى استخدام مكملات غذائية لضمان تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، بالإضافة لمتابعة صحية دائمة. ويجب تقديم الغذاء الصحي الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية من حبوب وبذور وبقوليات عالية الجودة، ويجب توفر ماء نقي أمام الحمام باستمرار، ويجب ضمان عدم تلوث الماء بمخلفات الحمام وتفاصيل أخرى عديدة. ويقوم المربي يوميا بالتأكد من سلامة الطيور، ويتفقد الحمام الصغير هل أصبح جاهز للتدريب على السباقات أم لا. ويقول المربي أنه إذا تمكنت الحمامة من الطيران واللعب في الجو لمدة ساعة واحدة دون الهبوط فتكون جاهزة لبدء التدريب. حينها يقوم بوضع هذه الطيور الجاهزة للتدريب في أقفاص مغلقة، ويبعدها بالسيارة لمسافة قصيرة نوعا ما عن مكان منزلها، ليتعلموا في البداية العودة للمنزل من جديد. وخلال أول يوم تدريب يتم مراقبتهم جيدا. يبدأ معهم بمسافة 2 كيلو ثم 4 كيلو إلى 8 إلى 16 ثم 30 كيلو، هكذا الرقم يتضاعف. ففي البداية يقتصر الأمر على مسافات قصيرة ليسمح للطيور باكتساب الثقة وكذلك تطوير إحساس قوي بالاتجاه، وكلما زادت مسافات التدريب كلما أصبح الحمام أكثر مهارة في إيجاد طريقه إلى المنزل وكذلك أكثر لياقة وقدرة بدنية. وكلما مر الوقت وزاد التدريب تطور عند الطائر القدرة على التحمل حتى يستطيع أن يقطع مسافة 100 كيلومتر، ثم تتضاعف حتى تصل إلى 600 أو 800 كيلو، وأفضل السلالات تصل مع التدريب إلى قطع مسافة 1000 كيلومتر في اليوم الواحد في مدة تتجاوز من 12 إلى 14 ساعة. خلال عملية التدريب تتم مراقبة صحة ولياقة الحمام عن كثب، يتضمن تعويضهم بالغذاء المناسب لتلبية احتياجهم بعد هذا التدريب الشاق. أيضا العضلات بحاجة إلى تمارين منتظمة مثل الطيران الحر الترفيهي وكذلك رحلات التدريب للحفاظ على حالة الطائر البدنية وتعزيز القدرة على التحمل. تساعد الفحوصات الدورية التي يقوم بها الأطباء البيطريين في تحديد ومعالجة أي مشاكل صحية قد تنشأ أثناء التدريب. سوق هذا الحمام واسع ومنتشر في بكين عاصمة الصين، هناك أكثر من 100,000 مربي للحمام الزاجل، وتايوان لوحدها لديها 500,000 مربي، وهذه الأرقام آخذة بالارتفاع. أيضا هذه الرياضة تنمو في العراق، فالحمام الزاجل يصل سعره لآلاف الدولارات هناك، وبيعت حمامة مؤخرا ب93,000 دولار. أيضا في كثير من الدول العربية الأخرى تربي هذا الحمام وتنفذ سباقات فيه مثل مصر وغيرها من الدول. ويريت إذا في حدا من المشاهدين بربي هذا النوع من الحمام يكتب لنا في التعليقات، يكتب لنا من أي دولة ويفيدنا بما يملك من معلومات. طبعا الاهتمام برياضة سباق الحمام الزاجل ليس هدفها دائما المال، صحيح أن جوائز الفوز تكون مجدية لأصحابها وتكون بمبالغ عالية، لكن البعض بشارك من أجل المتعة والترفيه. فأصحاب هواية تربية الحمام الزاجل يعشقون هذه الرياضة حتى وإن لم يحصلوا فيها على أموال جيدة. مربي لحمام زاجل عريق يقول تربية هذا الحمام ممتع، وذكر أنه أفضل فوز له كان في سباق 800 كيلو. عادت الحمامة بالليل الساعة 9 مساء إلى بيتها مثل الخفافيش، وقال هذا الشعور لوحده يساوي آلاف الدولارات.
طبعا احنا بنعرف انه بالطبيعة الحمام الزاجل ما بيعرف الا بيته، طيب كيف بتتم عملية السباق وكيف بيفهم الحمام انه الان يعيش في مرحلة سباق؟ في السباقات تتم العملية كالتالي، في البداية يتم جمع الحمام من المتسابقين وفحصه واستثناء الحمام المريض وغير المؤهل للسباق. بتاخد اللجنة عنوان تواجد الحمام مع الاحداثيات مع تركيب حلقة الكترونية صغيرة تحسب سرعة الطائر. الان رح يفتحوا الابواب امام الحمام المنافس اللي ممكن يصل عدده لعشرين الف حمامة لينطلقوا الى بيوتهم. طبعا كل حمامة تتجه الى مكانها اي الى منزلها، فهي لا تعرف الا منزلها اللي عاشت وتربت فيه. فالحمام الزاجل عنده غريزة للعود بسرعة للمنزل، حتى انه يملك غريزة المنافسة والتسابق مع غيره. مجرد اخراجه من هذه الحجرة الصغيرة كل همه هو العودة للمنزل باقصر وقت، حتى انه هذا الحمام لا يضيع وقت في اي شيء ثاني سوى الطيران والعودة للمنزل. طيب السؤال، طالما كل طائر بيرجع لمنزله كيف بتعرف اللجنة مين الفائز؟ هناك عدة طرق، ممكن الحلقة نفسها اللي وضعوها في رجل الطائر تحدد سرعة الطائر، وفي بعض الدول الحلقة الالكترونية بتكون مرتبطة بلوح صغير يوضع على باب قفص الطائر الموجود في منزله، وعند العودة للمنزل وقبل دخوله للقفص يقف على هذا اللوح وحينها الكترونيا يسجل وقت الوصول. وفي بعض الدول اللي ما عندها امكانيات للحلقات الالكترونية بتم تركيب في احدى ساقي الحمام حلقة مطاطية وليس الكترونية، بتكون عليها رقم سري لا يعرف الا اللجنة، وبعد وصول الحمامة الى بيتها يقوم المربي مباشرة بقراءة الرقم وارساله بنفس اللحظة الى اللجنة، وبهذه الطريقة بيعرف وقت الوصول بالتحديد. طبعا الحمامة الفائزة مش الحمامة اللي بتصل لبيتها اولا، لانه ممكن يكون في بيت اقرب من الثاني. الفكرة انه بيتم عمل حسبة بسيطة من خلال الكمبيوتر لتحديد مسافة بعد البيت عن مكان الانطلاق ووقت الوصول، وبحسبة بسيطة بيعرفوا اسرع طائر وصل لبيته. طبعا رحلة الحمامة في الجو ليست سهلة، فهي تستمر بالتحليق لساعات طويلة دون توقف. البعض بيقول من المحتمل انها بتتوقف احيانا لفترة قصيرة لشرب الماء، لكن هذا يبقى مجرد تخمين، لانه لا يمكن تتبع الطيور من خلال نظام GPS، لانه معظم اجهزة التتبع لا تزال ثقيلة جدا وتؤذي الطائر. يوجد عراقيل كبيرة أمام هذا الحمام في وقت السباق، ستواجههم أسلاك عالية وأعمدة ومباني وأشجار، وأحيانا الصقور بتهاجم الحمام الزاجل وبتقتله. كل هذه عراقيل يجب أن يتجاوزها بسلام. حالات نادرة من الحمام لا تصل إلى مكانها، فقد تكون تعرضت لحادث معين أو قتلت على أيدي صقر. الأسعار المرتفعة وزيادة قيمة رياضة سباق الحمام الزاجل أدى إلى حدوث بعض الجرائم. مثلا في عام 2018 حاول رجلين ربح جائزة في سباق الحمامة من خلال تهريب طيورهم في قطار سريع حتى يفوزوا بالسباق ويحصلوا على الجائزة المالية القيمة. وفي تايوان تم القبض على 5 من أعضاء عصابة إجرامية منظمة لخطفهم حماما ثمينا يستخدم في السباق مقابل فدية. على هيك هذا الحمام بحاجة إلى حراسة دائمة. ومن الحوادث الغريبة للحمام الزاجل، طائر حمام مغامر ياباني كان ضمن سباق لكنه ضل الطريق بسبب عاصفة فعبر المحيط الهادئ وصولا لكندا، وقد قطع مسافة 800 كيلومتر. عثر على الطائر النحيل والواهن في قاعدة لسلاح الجو الكندي على جزيرة غرب كندا، ومن ثم تم نقله إلى ملجأ وقدم له العلاج. ونقلت وكالات الأنباء أنه استراح على سفن شحن طوال رحلته. هذا الطائر أصبح له شعبية كبيرة عند مربي حمام الزاجل، آملين في أن تتحلى ذريته بمزايا خاصة تؤهلهم لخوض السباقات الطويلة. السؤال الأخير، كيف بيعرف الحمام بيته خاصة لما تبعد عنه مسافة 1000 كيلومتر؟ على الرغم من قيام الإنسان بالعديد من الدراسات، فلا أحد يفهم تماما كيف يعود الحمام إلى منزله. باختصار، هناك العديد من النظريات التي يعتقد الخبراء أنها تشرح على الأقل جزءا من كيفية معرفة الحمام الزاجل طريقه. منها مثلا أن الحمام الزاجل لديه بوصلة تساعد في تحديد منزله، كما تساعد هذه المهارة على الطيران في الاتجاه الصحيح. وبعض العلماء بيقولوا أنه يعتمد على المجالات المغناطيسية للكرة الأرضية للتوجيه. البعض يقول يستمع الحمام الزاجل إلى الأصوات، حيث يستطيع التعرف على الأصوات التي تكون في منزله، وذلك عن طريق الأمواج تحت الصوتية منخفضة التردد، وهذا ما تشير له الأبحاث. كما تعد الأصوات ذات التردد المنخفض غير مسموعة للأذان البشرية، لكنها تصدر عن كل شيء تقريبا بما في ذلك المحيطات وقشرة الأرض كما يقولون. أيضا لاحظ الباحثين أنه قادر على تمييز الأماكن، فبمجرد اقتراب الحمام الزاجل من المنزل قد يتم توجيهه جزئيا بواسطة
بواسطة معالم مألوفة تماما مثل استخدام البشر عند التنقل. وقالوا أيضا لحاسة الشم دور أساسي لعثور الحمام الزاجل وغيرها من النظريات. فسبحان الله لحتى الآن العلماء متحيرين في هذا الموضوع. طبعا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.